قام معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وقضاة اللجنة العليا بزيارة تفقدية إلى مراكز الإشراف على الانتخابات في جميع المحافظات للاطلاع على سير العمل فيما يخص جداول الناخبين ومتابعة التحضيرات الجارية لجميع المراحل الانتخابية بما يكفل توفر كافة المتطلبات القانونية والفنية اللازمة لتمكين الناخبين من أداء حقهم الدستوري بكل يسر وسهولة. خلال الجولة التفقدية قدم رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للانتخابات 2018 المستشار نواف عبد الله حمزة شرحا تفصيليا حول ما تم إنجازه من استعدادات على كافة المستويات الإجرائية والتقنية لتهيئة المراكز الإشرافية من أجل قيامها واطلاعها بدورها الرئيس في عملية تنظيم العملية الانتخابية. أشاد رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات بعرض جداول الناخبين بشكل إلكتروني لأول مرة بما يعد أحد أوجه التطوير الذي تشهدها العملية التنظيمية للانتخابات والتي تهدف إلى الاستفادة من التقنية الحديثة في تسريع الإجراءات وتيسيرها أمام الناخبين للتأكد من إدراج أسمائهم في قوائم الناخبين ومراجعة بياناتهم الواردة فيها خلال الفترة القانونية والمحددة والتي تبدأ من اليوم الخميس 27 من سبتمبر حتى 3 من أكتوبر 2018. أكدوا على دور الناخب في الرقابة على جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية من خلال التحقق من وجود أسمائهم في جداول الناخبين خلال المدة القانونية المقررة وذلك عبر الوسائل المتاحة بهذا الشأن سواء عن طريق زيارة المركز الإشرافي التابع لمحافظاتهم أو الموقع الإلكتروني للانتخابات أو الاتصال بمركز الاتصال للانتخابات. كما أشادوا بمستوى ما تتمتع به مملكة البحرين من كفاءات وطنية وخبرات متراكمة في مجال لتنظيم الانتخابات تم اكتسابها خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة. هذه الفترة هي أهم فترة نتواصل فيها مع الناس وأنا أتمنى أن يصل صوت اللجنة العليا إليهم في أنه هذا الجدول ملك للناخبين. نرجو منكم أن تتأكدوا من وجود إدراج اسمكم في الدائرة الصحيحة فيه. المسألة بدأت من البارحة يمكن الساعة عقب الساعة 12 بدأ عرض جداول الناخبين فيما في الكترونيا عن طريق vote.bh واتمنى ان كل ناخب يستطيع ان يصل الى هذه. هدف الجوله هو ان تقوم اللجنه العليا بالاطمئنان على كشوف الناخبين موجوده ومعروضه الكترونيا وبالفعل متاحه وطريقه البحث فيها اسهل بكثير من الطريقه الورقيه. يستطيع اي شخص ان يتاكد من اسمه، يستطيع ان يطلع على الجداول عن طريق مجرد تحريك إصبع يده على الشاشة. أرى أيضا أن هناك تنظيم جيد، اللجنة التنفيذية ما قصرت في ترتيب المكان لاستقبال الناس، وكذلك نستطيع أن تقوم بذلك حتى في بيتها حتى عن طريق هاتفها. فالحمد لله احنا مسهلين المسألة، لكن كل ما أتمناه بالفعل أن ملاك الجدول يقومون بالمشاركة فيه والتأكد من وجود أسمائهم فيه.